اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم هنديكم خبر صار بوصول الكابتيفيا موديل 22 من فئه البريمير. الفئه دي ما كانتش موجوده عندنا في موديل 21. يلا بينا نشوفها من الداخل. الكابتيفيا البريمير زي ما احنا عارفين كانت نزلت عندنا في موديل 21، كان بينزل منها فقط 7 ركاب. احنا حاليا جالنا موديل 22 من الخمس ركاب زي السياره اللي قدامنا حاليا. خلينا نشوف مواصفاتها. بريمير ال 22 الخمس ركاب بتنزل بحساسات اماميه، الاضاءه الرئيسيه هالوجين كروم على الشبك، الاضاءه النهاريه ال LED، الاطارات بتكون نوعها كونتيننتال، بتكون هي 17 215 على 60 على 17 زي ما احنا شايفين. عشان هي بريمير بيكون الرينج لونه اسود مع سيلفر. المرايات الجانبيه بيكون عليها الاشارات وبتكون طبعا ضم، تقفل مع الريموت وتفتح مع الريموت زي ما احنا شايفين. في دخول ذكي على الابواب. الشدات اللي على السقف بتكون موجوده لونها سيلفر. عليها الجناح المدمج على جسم السياره والستوب لايت خلفي والمساحه الخلفيه. فئه البريمير من الخمس ركاب موديل 22. استهلاك البترول زي ما احنا عارفين هو اكسلنت او ممتاز. اللتر الواحد يمشي 13.4 كيلو. العداد ديجيتال وفي خياطة جلد على الستيرينج، طبعا تحكم كامل على الستيرينج، بلوتوث وابل كار بلاي وفويس كوماند، مثبت السرعة والتحكم في الميديا او الصوت للراديو والميديا. التشغيل بالزر او البصمة. شاشة 8 انش ابل كار بلاي والبلوتوث طبعا بيشتغل لتليفونات الاندرويد عادي. المكيف اوتوماتيك وفي بيانو بلاك عند الجير الاسود اللامع مع فتحتين اليو اس بي عشان نشغل الابل كار بلاي. هي فقط ابل كار بلاي. فتحة سقف على البريمير. كرسي السائق بيكون متحرك او اوتوماتيك. الكراسي المتحركة طبعا ممكن تنطوي تبقى كلها فلات او على مستوى واحد عشان تكبر حجم الدبة. والمكيف الخلفي راحت الركاب. درايفنج مود طبعا في عندنا الايكو والسبورت والسواقه اللي هي على الديت السواقه العاديه. الهاند بريك بيكون اوتوماتيك وفي اوتو هولد اللي هي بريك عند الاشارات عشان بدل ما تضغط على البريك وانت على الجير دي تبقى دايس بس على زر الاوتو هولد والسياره بتقف لوحدها لحد ما تضغط على دواسه البنزين السياره بترجع تتحرك تاني. هنشوف حاليا حجم الدبة الخلفية على الخمس ركاب من فئة البريمير بدون ما ننزل الكراسي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله مساحة من أكبر مساحات الدبات الخلفية في سيارات من نفس الفئة. ولو حبينا نكبر الدبة أكتر نقدر ننزل السيت اللي في الخلفي يبقى كله فلات زي ما احنا قلنا، يدينا مساحة أكبر للنقل. بتتقسم قطعتين لو عايز تخلي ركاب معاك وتنقل حاجة طويلة تقدر تشيل بكل راحة. فئة البريمير من البي اتش اديشن بيكون عليها الكراسي الجلد بلون احمر على لون اسود تو تون وبينزل لون تاني زعفراني هصوره لكم حالا. الماكينة بتكون 1.5 توربو 4 سلندر 8 سرعات اوتوماتيك مبرمج على جير سي في تي 149 حصان توربو. طبعا البي اتش اديشن زي ما احنا قلنا بيكون الكراسيها جلد وكمان الشعار بيكون لونه اسود والبريك بادز او كاليبرز بيكون لونها احمر. اللون التاني حسب الاختيار من البي اتش اديشن جلد لونه زعفراني زي ما احنا شايفين على التابلو والابواب والكراسي التو تون والمسند حسب اختيارك احمر او زعفراني.